أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن ما هي أفضل الشروح التي شرح فيها كتاب عمدة الأحكام وزاد المستقنع. عمدة الأحكام في الفقه يعني، أو عمدة الأحكام في الحديث؟ الحديث. الحديث؟ نعم. لها شرح ابن دقيق العيد، وهو شرح جيد درسناه في المعهد العلمي، شرح جيد ومبني على الأصول وعلى أصول الفقه وعلى الخلاف المذاهب والترجيح، شرح جيد. كذلك الشرح الذي طبع أخيرا من 10 مجلدات لابن الملقن، وهو شرح مبسط، شرح جيد، قد طبع أخيرا وظهر محققا، يزيد على أظن 10 أو يزيد عليها، شرح مبسط. نعم. ويسأل عن الآن. نعم. وأما الكتاب الثاني الزاد، زاد المستقنع. الزاد ليس له شرح إلا الروض المربع، ليس له شرح إلا الروض المربع، وهو شرح جيد وكافي ولله الحمد. ذكر ابن بشر في تاريخه أن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه شرح الزاد، ولما التقى في الحج بالبهوتي صاحب الروض المربع واطلع على شرحه أن الشيخ سليمان أحرق شرحه واكتفى بشرح البهوتي، ذكر هذا ابن بشر في تاريخه. ولا نعلم للزاد شرح غير شرح الروض المربع. نعم. وهو كافي مفيد وحافل بالأدلة وبال... نعم.